أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل، مواصلين معكم في 90 دقيقة. عبد العزيز فخري سفيان باش نحكيو على عملية غش في امتحان البكالوريا. وزارة الداخلية تعلن عن الإتاحة بمشرف على إحدى صفحات الفيسبوك ساعد ممتحنين على الغش في امتحانات البكالوريا. أعوان وإطارات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تمكنوا بالتنسيق مع النيابة العمومية من الإتاحة بالمشرف على صفحة باك ليفل اللي عمدت إلى مساعدة بعض الممتحنين على محاولات الغش. شوف أنا ما فهمتهاش، كيفاش صفحة فيسبوك تعاون على الغش؟ معناها صارت انستونتاني الحكاية فخري وقت اليوم يعديو في الاكزامان؟ هو راي في السنوات الأخيرة موجود الظاهرة هذه برشا، ثم باجات تولي تهبط الاكزامان فيد اكزامان، يحد يصور الورقه نتاع الاكزامان ويهبطوها هما في الباج نتاعهم، وتبدا في لي كومونتير الناس تعطي في الحلول، والناس يبدو المفتحنين ساعات هكا يحل تليفونه. كان ما واحد كيفاش تليفونه في الباك؟ كيفاش عنده تليفون؟ كيفاش تليفونه في الاكزامان؟ يخرج للتواليت، يخرج للتواليت، وكي كيت ممكن ثم يسمى لي غش بالكيت. داكور، وبلي ثم تجهيز تاع الليسيات الكل من عمناه والغالي ولو تعمناه، وتم تجهيز بك الأجهزة اللي تنحي اللي قطع الإرسال، وما فماش كونيكسيون انترنت. معناها ما نعرفش كيفاش العملية صارت. هو عملية إحباط لمحاولة الغش، أو هذه عملية الغش سفيان؟ أما كيفاش تصير الحكاية الحقيقة أنا ما نعرفش. شنو يعملوا هالبوليس هذوما؟ يهبطوا الفويد إكزامان اوتوماتيكمون، الناس تبدا عندها الناس عندها الفويد اكزامان برا يخدموه ولا كذا، وانه يحاولوا يبعثوا الممتحن يبعثوا له الحلول الى اخره، اليات البعثين الى اخره، هذه ما نعرفوش. وعلى فكره في علاقه بالتشويش راهي صارت وحده وطلعوا فيها صفقه ما ادري شتي فشلت وتفكرها تشويش. ما كانتش عمليه، ما كانتش عمليه ناجحه، وعملوها ولد وكل عام نشدوا في جماعه بالكيت نتاع التشويش شدتهم. لا معناها اغزب هذه ميسرة اللي نعرفه أنا، أنه فما شرطة متخصصة في جرائم السيبرنية معناها، ومعناها وتقنيا معناها متكونين مليح. البريود ديكزامان البريود الباك هذية هي الميسرة متاعهم تكثر الواحد، أما في العام كامل يخدموا لأنهم هذوم عندهم يتبعوا في الناس اللي تحب تدخل التبيراتي مواقع متاع بنوك متاع شركات متاع كذا، وهذه الخدمة الكبيرة متاعهم. دونك هذيك هي على غالب معناها التطور التكنولوجي خلق جرائم مرتبطة به، ويلزم الكيت. راو الكيت حاجة، راو الكيت مش كيف في الباك، راو حتى في الباك. كنشوفوا الكيت قديش في الجامعة. أنا حكيه هيلي مانيش متأكد منها، حكيه البارح على عملية غش ظهر لي شدوه في بعض المراكز. باكو جو ذاك المكونات نتاعو كاتبين فيه درس. هاي مكونات جو باكو جو كيفاه يكتبوا دا بالشويه بالشويه كتب درس شدوه يحكيوا لي خاطر البارح ما يهز مع باكو جو ولا يشرب في فوسكا يشرب في وسكا. اي شعبنا هي رحله البشر ماهيش فسحه راهو نتاع فضيله، مو مهم جدا خاطر الشعوب. قول المسيح من كان منكم فهمتني بدون ما يترميش بالحجار. هلو راهو الشعوب هذيك هي الكل فيها الغش وفيها كذا، ولكن يلزم عندك القدرات المواجهه باش تضمن تكافؤ الفرص. عزوز وقت اللي عديت انت الباك كان فما الكيت، كان فما الغش، كانت فوسكا وبرا ما كانش فما فوسكا جمله. اي فماش فوسكا؟ لا الفوسكا موجوده في الباك. لا موجوده وكانت بالاوراق. اما تطور اللي عرفتك الصغيره اللي تبدا هكا ملفوفه هكا وتجبدها وبعد تخليها قدامك وترميها فوق ساقك، موجود. لا موجود منور الدنيا. وفي الفاكولتي اللون نتاع الورقه ما اتذكر كانت الاوراق نتاع اسفل الالوان البريون. كان الالوان هذيك كان يتم مثلا التقمير على انه فما سؤال ولا زوز هذوكم سيور يدخلوا، دونك يتم الاجابه على السؤال هذاك على ثلاثه اربع الوان وتدخل الاربع الوان معاك، وبعد حسب اللون اللي مشيت تعطات تجبد الورقه وتتبدل. هذول كلهم صاروا
اما مشكله أي نفسي أي والبنات نهارتها يلبسوا جيبات لانهم يكتبوا على فخاذهم. اي 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 سفيان كيفاش كنت تفسكي وكيفاش انت انت كيفاش كنت تفيق بالفوسكه هاكا هاكا نستير عادي انا واحد الايام انا ما يقلقنيش يستعملوا اللي يحبوا عليهم لانه موش هذاك الموضوع. احنا كانت عندنا بينا يمكن جينيراسيون اولاد العلويه الباكليتر اي السونديتات برولي معناها ما فماش واحد منهم يقول لك انا نسحق الفوسكه معناها العباد الكل ان في دنيا اخرى معناها منهم تقرع دونك الفوسكه بالنسبه احنا اللي انا في انا عامت الباك فاصحابي كان نسمع واحد يعمل فوسكه ممكن ما عادش نحكيو معاه ان عيب عيبة. عيب أي. عيب لانهم الكلهم الكلهم كبايريه في اليوم كان اعطيك بعض الاسماء تبعت الكلهم كبايريه وكلهم من وقتها يعتبروا رواحهم الباك مساله سيتي فورماليتي بورتون راهو باكليتر مش اما اللي قتلني بالضحك عزوز على حكيت تكتبوا في البرويون الالوان الكل سفري ريتا ودخلوهم في البلوزون بعد تجبد الورقه اللي شفت انواع الفوسكه ما تخزليش انا كنت اخاف انا بدي كيف لا ولا انا 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 الحق نتاع ربي انا الحق نتاع ربي ما فسكيتش اما نقلت كتنقل على الوراق على الجنب ليه ما نقل نعمل غيبة هكا ليه تحبوا نكذبوا معناها ليه الكذب نقل عمل ضربات تنقير مش نو مثلا تبدا حاجة ماكش متأكد منها وفما مرة انا خدمتها بصحيح نتفكرها كيف ما خدمتها بصحيح شفت الوراية نلقاها نلقى رقم وزدت الوراية نفس الرقم بدلت ابليكاسيون نيميريك نبدلوا ال يا اخي طلعت انت صحيح طلعت انا صحيح عملت هكا نقلت غلطت روح اي هذيك نحكي لك نقطة على تربة على التنقيب في امتحان تربية اسلامية الزوز تلامدة واحد نقل على الاخر من بعد كي خرج قال له يعطيك صحة خليتني نقل ما هو كان بدلت شوية في الآيات مش ما يفيقش بينها الأستاذ وأنا قرأ معايا شكون قرأ معايا شكون وصل نقل حتى الاسم أقسم بالله نقل الاسم نقل الاسم حتى اللي نقل علي والله أنتو كان يحكيوا لي معناها زملاء توا قرأوا عند سفين في الفاك قال لك حاجة عظيمة ياسر سفين كيما هكا كيما تراها نتخيل يفاسكي اليوم يحاسبوا العام الجاي دونك سبع مسلكين يلا احنا باش نختموا بعد شويه لكن قبل حبينا ناخذوا اخر التطورات حول المطالبه بتنقيح المرسوم 54 في فصل 24 هات نمشيوا لمجلس نواب الشعب. نائب ياسين ميمي اهلا وسهلا شكرا لك على قبول الدعوه. اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي اذاعه يافان. شكرا لك. سمعنا مؤخرا انه مجموعه من النواب عملوا استعجال نظر في موضوع الفصل 24 والمرسوم 54 حبينا نعرفوا وين وصل الاستعجال النظر هذا وهل فما مؤشرات انه يمكن النظر في هذا الفصل قبل العطله البرلمانيه. شكرا. دونك كيف ما تعرفوا الناس الكل تقدم مجموعه من النواب في اطار ممارسه دورهم التشريعي المكفول بالدستور واللي هو يقول يحق حسب الدستور لعشره من نواب الشعب التقدم بمبادره تشريعيه لتنقيح قوانين او تعديلها. فعلى هذا في هذا الاطار مجلس الشعب تقدم باكثر من 35 مبادره تشريعيه من بينهم مبادره تشريعيه لتنقيح المرسوم 54 في بنيه وبغايه تنقيح المناخ السياسي في البلاد ولفتح حوار يعني المجلس فضاء رحب خاصه للنقاش والتعارف في جمله المواضيع تهم الشان العام ومن بينها المرسوم 54 اللي اليوم فتح جدل خاصه انه احنا اليوم نعرفوا انه الاطار الزمني اللي جاء فيه يعني المرسوم 54 اللي هو في فتره يعني غياب مؤسسه دستوريه جاء في فتره اللي وضع حد للفوضى اللي كانت موجوده على الفيسبوك جاء في وضع ربما اللي كثرت فيه هدف
هذه الاعراض والسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي. جاي لردع القضايا لردع الجرائم السبرنيه سيد النائب والاستجابه لمعاهده بودابست اللي من بعد صححتوا عليها. الفصل 24 هو هو هذا الهدف. جاء في فتره استثناء استثناء ما ينجمش يكون دائم، خاصه بعد ما انه عندنا دستور يضمن الحقوق والحريات ويقول لك عندنا باب كامل يتحدث عن الحقوق والحريات، حريه التفكير والتعبير مضمونه ولا رقابه مسبقه عليها. مجلس نواب الشعب ايضا مؤخرا صوت على الانضمام الى اتفاقيه بودابست مجلس اوروبا المتعلقه بمكافحه الجرائم الالكترونيه والسيبرينيه، فما اليوم موجود في المجتمع وكثره الاحالات على معنى هذا المرسوم. قلنا لما لا في داخل مجلس النواب، بما انه اليوم نواب الشعب يمثلوا الشعب، ما همش في عزله في منعزل على السياق الوطني وعلى المستجدات الوطنيه، هذا الموضوع لابد ان يفتح ويفتح على طاوله النقاش في مجلس الشعب. فما كانش فما تجاوب في درجه اولى، دونك اعضاء مجلس نواب الشعب قدموا 57 نائب بمطلب لاستعجال النظر في تنقيح هذا المرسوم. الحقيقه الى حد الان ما فماش مؤشرات ايجابيه على التعاطي مع هذا المقترح. نحب نذكر انه اليوم النظام الداخلي يقول انه مكتب المجلس معناتها هو يضبط رزمانة المقترحات ويحيلها مباشرة الى اللجنة المعنية. النظام الداخلي لا ينص على انه مكتب المجلس يقبل او يرفض مبادرة تشريعية. اليوم معناتها طالبنا باستعجال النظر، ما الى حد الان ما فماش مؤشرات إيجابية، ولكن النواب في نفس الوقت متمسكين بممارسة دورهم المكفول بالدستور اللي هو الدور التشريعي ودورهم الرقابي اللي اليوم يضمنه لهم الدستور، وما زالت مسألة مطروحة لنقاش. واضح دوك فماش مؤشرات إيجابية سفيان، ما زلتوا باش تواصلوا محاولة أنه الفصل هذا يقع تعديله. شكرا لك. احنا مقتنعين انه اليوم السيد رئيس الجمهورية تحدث في العديد من المرات انه اللي يحب يتحاور يمشي يتحاور في مجلس نواب الشعب، وهذا كان خاصه بعد فما مبادرات يتقدموا لها بعض المنظمات الوطنيه، وكان هذا موقفه انه الحوار يكون مع مجلس النواب بما انه اعضاء مجلس النواب اليوم يمارسوا الشعب. ايضا السيد رئيس الجمهوريه تحدث انه للسلطه التنفيذيه مهامها ولمجلس النواب مهامه، وهذا يكون بالدستور. النواب يروا انه التشريعات واليوم الجهه الوحيده المخوله لها التشريع ومخوله لها القوانين هي مجلس نواب الشعب، وفي هذا الاطار ما انت تقترحه اطارا ايمانا بمعناتها الحس الوطني نتاع النواب هو اللي يدفعهم بالمساهمه. شكرا لك سيد النائب في هذا المقترح. شكرا لك ياسين ميمي، شكرا لك النائب في مجلس النواب الشعب. انا في لو بوان على موضوع المرسوم، كلمه بسرعه عندنا فاصل. سفيان معناها يراد لمجلس نواب الشعب انه يكون غرفه تسجيل، ماهيش المره الاولى انه مقترح نتاع النواب يبردوه ينحيوه يصفيوه يفرغوه من محتواه ما يخليوش يتعدى الموت واحد. رانا مازلنا باش تفهم الواحد، وانا باش نبقى ديما نذكر بها، مازلنا نستناو فيكم اش باش تعملوا فك الجلسه المفتوحه نتاع مراجعه ما نتاع قانون تجريم التطبيع. رانا لتو نستناو فيكم في الجلسه المفتوحه. فخري، انا نتمنى انه يتم التنقيح نتاع الفصل 54، ونتمنى فهمتني ان نلقاو الاليه نتاع التجاوز نتاعو، لانه خاصه انه نشوف انت جل المنظمات معنا الوطنيه، الناس اللي تشتغل في الحق العليم، الناس تشتغل في الشان العام، الناس الكل يعني هناك في رايي انا الناس الكل طالبه نوع من التنقيح. نحن مع فكره الاخلاق، نحن بالعكس نحن مع فكرة الأخلاق، ولكن أنه نحن مع الانضباط ولكن لا النزاعات الاستبدادية. على هذاك أنا نتمنى أنه يصير فهمتي التنقيح نتاعو، لأنه أعتقد أحد أهم مداخل تنقية المناخ هو أن نلقى صيغة أخرى في علاقة بالفصل 54 اللي تضمن الحقوق تضمن الحريات إلى آخره، وأيضا تفتح أفق لمقاومة فهمت الجرائم السيبرنية. يقعد القانون ويتبدل بعض الفصول. عزوز، هل تتوقع أنه في إطار تنقية المناخ الانتخابي والمناخ السياسي اللي كنت قبيله تدعو رئيس الجمهورية أنه يركز معاها الفصل 24 باش يتنحى؟ تحليل وليس معلومة. نعم. سيتحصل مجلس نواب الشعب على الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية لتنقيح
المرسوم 54 وخاصة الفصل 24. هذا أنا نأكده لك. به هذا اللي فهمته من تصريحات رئيس الجمهورية المتتالية من الوضع الكل. برشا حاجات قاعدة تصير تؤكد ذلك، وماذا نشوفوه في الأيام القادمة. به يلا فاصل ونرجعوا، ما تبعدوش، نسلموا عليكم فايزة العرفاوي، أسامة السعفي باش يكونوا بحذنا، بسام حمدي بالتليفون، يلا باش نقول لكم باي باي، راجعين راهو انتهاء الموسم فقط، يلا فاصل ونرجعوا.